عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سيموليت ستوديو ده موقع أونلاين تقدر تعمل سيموليت ومحاكاة لأي حاجة أنت عايزها، وتقدر تظبط الداتا بتاعتك زي ما أنت عايز، زي ما نشوف مع بعض في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أول حاجة بعملها إن أنا بحط الستارت بوينت بتاعتي، وبعد كده بحط الكويري. طبعا ببدأ أظبط الأداة بتاعتي زي ما عايز، الأكتيفيتي، وبعد كده الإند بالشكل ده، وهو بيبدأ يوصل منهم، وكل واحد فيهم بيبدأ يدخل البيانات الخاصة بيها حسب التجربة اللي احنا عايزينها وحسب المعلومات اللي احنا عايزين ندخلها. وبعد كده بنبدأ نعمل المحاكاة. مثلا نعمل المحاكاة، نبدأ نظبط الوقت، هل احنا عايزين بالثانية ولا بالدقيقة ولا بالأور ولا بالدي، والتايم فورمات هيبقى مكتوب ازاي، هل تايم اونلي ولا تايم ديت تايم دي، وهكذا. وبعد كده نبدأ نعمل المحاكاة. هو بيبدأ يشوف المعلومات اللي احنا دخلناها ويبدأ يدينا المعلومات، ونقدر ندخل عدد مختلف من الأكتيفيتي ونبدأ نشوف النتيجة.